المستوى المتقارب كان عنوان المرحلة الخامسة من منافسات الدوري اللبناني لكرة القدم يلي شهدت تسجيل 16 هدف بمعدل 2.6 هدف بالمباراة الواحدة، كما شهدت هالمرحلة تسجيل الغزية أول فوز لإله هالموسم وتمسك البرج بالصدارة. الأنصار صاحب أقوى خط هجوم بالوقت الحالي التقى الصفا على ملعب بحمدون البلدي بمباراة شكلت نتيجتها مفاجأة للجميع، تمكن خلال الصفا من مقارعة كتيبة جمال طه المدججة بالنجوم وكان خصم عنيد. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفي السنغالي حجمال كتال ودرامي ديالي. العهد عاد للأسبوع الثاني إلى ملعب المرداشية وهالمرة لملاقات طرابلس الجريح ويلي عم بيعاني من مشاكل فنية جوهرية هالموسم وهو الفريق الأضعف هجومياً. المباراة سيطر عليها العهد بكل تفاصيلها وتمكن من الفوز بسهولة بأربعة أهداف دون مقابل. الأهداف كانت من توقيع قائد الفريق محمد حيدر ومحمود سبليني بمناسبتين وعمر كايد خطأ بمرمى فريقه. بالمقابل استمر شباب الساحل بتقديم عروضه القوية وزيادة رصيده من النقاط، وهالمرة على حساب الإخاء الأهلي علي، أبناء ساحل المتن الجنوبي افتتحوا التسجيل بالشوط الأول عبر حسين عوادة قبل ما يسجل النجم زين فران الهدف الثاني. ردة فعل الإخاء كانت عبر كارلوس لومبا من ضربة جزاء ليعود محمد حيدر ويضيف الهدف الثالث للساحل يلي رفع رصيده إلى 11 نقطة. إلى مباراة البرج والتضامن صور على ملعب جونية، التنافس كان على أشد بين الفريقين وقدر أبناء البرج أنه يحسموها بهدف دون مقابل سجلوا الغاني ريتشارد بافور بالشوط الأول من عمر المباراة. الضيف السوري حاول التعديل وسيطر بشكل نسبي على مجريات الشوط الثاني دون النجاح بتسجيل هدف التعادل، والنتيجة البرج عم بيرفع رصيده ل 15 نقطة من 5 مباريات. هالمرحلة شهدت الفوز الأول لشباب الغزية هالموسم وحققوا على حساب الحكمة على ملعب فؤاد الشهاب بجوني بهدفين لمهاجم الغزية الغاني تيتي. الفريقين ما قدموا المستوى المطلوب ولكن بالنتيجة الغزية خرج فائز بالنقاط الثلاثة. أخيراً حل فريق النجمة ضيف ثقيل على فريق السلام زغرتا بمباراة أقيمت على ملعب المرداشية، مباراة استطاع النبيذة من خطف الفوز فيها بالثواني الأخيرة. اللقاء شهد سيطرة الضيوف على مجريات الشوط الأول واستطاعوا افتتاح التسجيل عبر خليل بدر بالدقيقة 16 قبل ما يستغل أصحاب الأرض ضربة ثابتة ويسجلوا هدف التعادل عبر النيجيري مارتينيز بالدقيقة 73. لكن بوقت كان الحكم عم يتحضر ليطلق صافرة النهاية، فاجأ مهاجم النجمة جان بلاك الجميع بتسجيله هدف الفوز ليخطف الضيوف نقاط المباراة الثلاثة ويرفعوا رصيدهم إلى 10 نقاط بالمركز الخامس.